ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل في التاريخ وشرح هذه المنظومة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهي في مسائل الاعتقاد والتوحيد. ونحن الآن في القسم الأول، والنوع الأول من أنواع التوحيد الذي يسميه العلماء بالتوحيد العلمي الخبر، يسمونه أيضا توحيد المعرفة والإثبات، ويسمونه أيضا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وآخر ما انتهينا إليه هو كلام الناظم رحمه الله تعالى حول القرآن الكريم، وأنه كما قال هو القول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى في الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. هذا هو عقيدة المسلم في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم، أنه كلام الله تعالى، وأن هذا القرآن كتاب من عند الله عز وجل، ومن صفاته أنه مفصل، فصل الله جل وعلا فيه كل الأمور، وهو كلام الله تعالى، وهو منزل من عند الله عز وجل، أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، وأن هذا القرآن صفة من صفات الله عز وجل، لا يجوز أن تقول هو مخلوق، ولا يجوز أن تقول أنه مفترى مكذوب اشتراطه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي انتهينا إليه. فهو كلام عند الله عز وجل، والقول بأنه مفترى هذا كلام من الكفر، قالوا إن هذا إلا إثم افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بظلم وزور. لهذا قال جل وعلا: قل نزله الذي يعلم السبب في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال الناظم بعد ذلك: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا، جلت صفات ربنا الرحمن، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والإدفان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. هذه أبيات في القرآن الكريم، في القرآن الكريم الذي يحفظ بالقلب ويغيب في الصدر، هذا هو القرآن كلام الله. وإن كان عملية الحفظ هي من فعل الإنسان مخلوقة، وعملية التغيير فعل الإنسان مخلوق. ما يتلى باللسان لما نقول قال جل وعلا الرحمن علم القرآن، هذا الكلام الذي أتلوه هو كلام الله، لكن فعلي أنا مخلوق. وكذا المسموع بالآذان، ما تسمعه بالآذان، ها
هذا كلام الله. وإن كان سمعك واستماعك مخلوق، وكذا ما تنظر إليه ببصرك إذا قرأت في المصحف، وكذا المكتوب هو كلام الله جل وعلا. وإن كان عملية الكتابة هي من فعل الإنسان مخلوق. نعم. فقوله يحفظ بالبناء للمفعول، أي القرآن يحفظ بالقلب، يحفظ ماذا؟ بالقلب، كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهذا قوله يحفظ بالقلب، هذه الآية تغير في القلب، تحفظ بالقلب، تحفظ في ماذا؟ في الصدور. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالب، إن الذي ليس في جوفه في قلبه وصدره شيء من القرآن كالبيت الخالب. وأيضا حديث في الصحيحين أيضا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية وأراد أن يرى عليهم أحدهم فقال له ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أنت أمير، ما معك؟ أي ما تحفظ. ومثله أيضا ذاك الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تهد نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجيها، قال تصدقها شيئا؟ قال ليس عندي شيء. إلى أن قال هل معك شيء من القرآن أي تحفظ؟ ثم جاء في رواية قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن الكريم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام بين مر على المسجد فسمع رجلا يجلو فقال يرحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا كنت قد أنسيتها. النبي عليه الصلاة والسلام مر في المصحف وضع من المسجد ورجل يقرأ فسمع فقال يرحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع يحفظ بالقلب وباللسان يتلى. هذا من صفات القرآن الكريم أنه يحفظ في الصدر وأنه أيضا يتلى باللسان كما قال جل وعلا اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال جل وعلا القرآن فطرقناه لتقرأه عن الناس على مكر. وقال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فوصفه بالتلاوة جاء في آيات كثيرة. قال جل وعلا كما قال قال تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال أهل العلم هذه آية القضاء، هذه آية القضاء، إن الذين يتلون كتاب الله أي يقرؤونه، أي يقرؤونه. وكذا جاء الأمر بتلاوته والإشارة إلى ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الحديث الصحيحين وفي عند البخاري، حديث البخاري اللفظ هذا عند البخاري لا حد ذلك في اثنتين، رجل اتاه الله علمه القران فهو يتلوه اناء الليل والنهار فسمعه جار له الى اخر الحديث، فهو يتلوه اناء الليل والنهار. هذا مما جاء في السنه في وصف القران او في ذكر ان القران يتلى باللسان كما يسمع بالاذان بالاذن. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله فيسمع بالأذان
قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال جل وعلا: وإذ فرقنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قرئ ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات في هذا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود: اقرأ علي من سورة كذا، قال: أقرأ عليك أن تنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيره. حديث متفق عليه. نعم، يجلى كما يسمع الآذان. كذا بالأبصار إليه ينظر، كذا بالأبصار إليه ينظر، أي ينظر إلى القرآن بالأبصار، ينظر إلى القرآن بالأبصار، أي إلى المصحف، أي ماذا؟ إلى المصحف. وفي هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يحبه الله فليقرأ في المصحف، أو قال فلينظر في المصحف. من أراد أن يحبه الله فليقرأ، أو قال فلينظر في المصحف. هذا الحديث له طرق حسنه بها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وفي الآثار عن ابن مسعود: أديم النظر في المصحف كذلك. وعن ابن عباس أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه، أي إذا دخل بيته. وأيضا ابن مسعود يقول رضي الله عنه: إذا اجتمع إليه إخوانه نشر، كانوا إذا اجتمع إليه إخوانه أو إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وذكر لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. كذلك جاء في قوله تبارك وتعالى: وما كنت تخط وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. إذا لارتاب المبطل. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، هذا في اختلاف، ما كنت تتلو كتابا قبل أن ينزل عليك القرآن، ما كنت تعرف القراءة، ولا تخط بيمينك، ما كنت تعرف الكتابة. إذا الأرتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. فالقرآن يخط بالأيادي، وبالأيادي خطه يسطر. وبالأي يعني أصل الأيدي، أصلها الأيدي. قال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي مكتوب في كتاب مكنون. قال جل وعلا: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قال جل وعلا: كلا إنها تذكرة من شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فهو مكتوب بالأيدي. وقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني انك لم تكن من قبل تعرف القراءه والكتابه. فحتى لا يقال انه كان يقرا من قبل، فهذا الذي جاء به قد تعلمه مما كان يجري من قبل. وما كنت تعرف الكتابه، حتى لا يقال ان هذا مما كتبه من قبل، فهذا الذي جئت به مقروءا ومكتوبا هذا من عند الله سبحانه وتعالى. وقد جمع القرآن الكريم وكتابته كله من أول إلى آخر في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما هو معلوم ومعروف، جمع بين النسختين في عهد أبي بكر لما وقعت أو استحل القتل بالقراء في موقعة معركة اليمامة. رأى عمر رضي الله تعالى عنه وهو الملهم والذي كانت له موافقات كثيرة للشرع، يتكلم بشيء فتنزل الآيات موافقة لما تكلم به، فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن بين الجثتين، فأشار إلى أبي بكر
قال كيف أفعل ولم يفعل ذلك صاحبه، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يراجع أبا بكر حتى اقتدح بكلامه، فأشار على زيد ثابت وهو المشهور بالتجارة ومثله زيد كعب وغيره على أن يبدأ في الجمع، فاستثقل الأمر وقال لو حملتموني جبل على ظهري كان أيسر علي من أن أكلف بهذا، وكيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزالا يراجعانه حتى اقتنع بذلك فبدأ في الجمع. يجد مكتوب على العظام على الحجر وعلى اللحاق وجليد النخل وعلى الرقى الرقى وكذا والى اخره، حتى تم دمعه من اوله بدءا من فاتحه الى اخره صرف الناس. وهذا الذي فعل ابو بكر انما هو جمع له كله في موضع واحد ومرتبا على هذا الترتيب، وهذا ليس من البدع، لان كتابته وترتيب اياته فيه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل عليه الايه فيدعو الكتبه كزيد بن ثابت وغيره، يقول اكتب ايه كذا يتلوها فيكتبها، يقول جعلها في سوره كذا بين ايه كذا بين ايه كذا وكذا وهكذا. نعم، فالقران مكتوب ومسطر بالايدي، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بالغ الخبير. وكل ذي وكل هذه المذكورة، هذه المذكورة القلب، اللسان، الآذان، الأبصار، الأيدي، هذه مخلوقة حقيقة إلا كلام بالغ الخبير، ما عدا كلام الله تبارك. فالقلب مخلوق وحافظته مخلوق وذكرته مخلوق واللسان وحركته مخلوق والآذان وسمعها مخلوق والأبصار ونظرها مخلوق والأيادي والأيدي وكتابتها مخلوق والأداء والدوات وأدوات الكتابة من أوراق وأقدام ومداد وغير ذلك، هذا كله مخلوق إلا كلام الله تبارك وتعالى، إلا كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم الصوت صوت القاري والمسموع هو كلام البارئ، ويقول أهل العلم ما بين كفتي المصحف هو كلام الله، وإن كان الورق حادث والأقلام حادثة والمداد حادث والكتابة حادثة والعيد مخلوقة، لكن المكتوب هو القرآن كلام الله تبارك وتعالى. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل قوية عن العقيدة، يتوجه العبد لله تعالى في القرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ كلام الله، والمحفوظ غير مخلوق يعني هو كلام الله. فالتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيث ما تصرف وأين كتب وحيث تري كلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله تعالى غير ماذا؟ غير مخلوق. هذا الذي قصد الناظم رحمه الله تعالى من قوله هذا ها هنا. هنا أشير إلى مسألة سميها العلماء مسألة المخلوق، علماء العقيدة يسمونها مسألة اللفظ أو اللفظية أو لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وهنا الناظم ما أشار إليها، لا
لكن هذا محلها. ذكرنا بداية هذه الفتنة وهذه البدعة ألا وهي القول بأن القرآن مخلوق وأنها من بدع الجعد بن درهم وتبعه إلى ذلك الجهل بن صفوان وتشربت قلوب كثيرة هذه البدع وقام إليها وعليها وفي وجهها أئمة السنة فبينوا ما دلت عليه الآية. إن قال قائل هذه المسألة لم تكن في زمن الصحابة قلنا نعم ولا في زمن التابعين قلنا نعم لكن لما أحدثها هؤلاء وجعلوها مسألة شرعية فإذا لا بد للعالم أن يتكلم فيها وأن ينطق فيها بماذا؟ بما دلت عليه النصوص الشرعية. النصوص الشرعية القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والمعاني المأثورة عن السلف تدل على أن القرآن هو صفة كلام الله تعالى وكلام الله صفة من السلف. فما قاله هؤلاء الذين يزعمون أنه مخلوق هذا كلام المبتدع فلا بد من الرد عليه فقام أهل العلم وبينوا حقيقة الاعتقاد في هذه المسألة الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة المطهرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك وجد المعتزلة والجهمية وغيرهم منفذا للتلبيس على الناس فأحدثوا مسألة ألا وهي اللفظ بالقرآن فحتى يلبسوا على أهل السنة أو عامة الناس أحدثوا مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. هذه العبارة موهمة إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق هذه عبارة موهمة فهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق يقصدون القرآن مخلوق لكن عند إطلاقها قد لا يتبين المراد به ولهذا تصدى لها أهل العلم بالإنكار الشديد سدا لباب البدع سدا لهذا الباب ولهذا المنكر فيقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع بدعي او مبتدع. اذا ماذا نقول؟ لا تخش قل القران كلام الله غير مخلوق وهذا الذي كان اولا ورد أهل السنة أئمة السنة على الذين يقولون بالله لكن إن كان في المسألة تفصيل وبيان جاز ذلك وهو أن تقول لفظي بالقرآن أي فعلي أنا فعلي مخلوق أما الملفوظ الذي ألتفت أتلفظ به هو كلام الله والقرآن الكريم كلام الله غير مخلوق ماذا؟ ليس بمخلوق. هذا التفصيل صحيح والإمام أحمد نقل عنه العموم لكن نقل عنه التفصيل على هذا فكان يشدد ويسد الباب على أهل البدع ويقول من قال مخلوق فهو جهلي ومن قال ليس بمخلوق فإنه ماذا؟ مبتدع لأن الإمام أحمد رحمه الله فقد ذكر في كتابه أو في رسالته مختصرة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه ثم ذكر مجموعة من العقائد ومنها أن القرآن كلام الله غير مخلوق
فمن قال القرآن مقلوب فإنه جهمي، ومن قال القرآن كلام الله ثم توقف فقال لا أقول مخلوق هو مخلوق ولا أقول غير مخلوق فهو مبتدع. ما يجوز هذا، لا بد وأن تبين، لا بد وأن تبين، لأن الفتنة والبدعة وقعت فلا بد من بيان ما عليه الإنسان من العقيدة، لينظر هل توافق عليه عقيدة السنة والجماعة، هل توافق عقيدة السلف، هل توافق اعتقاد الصحابة ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أو لا. ولهذا فهذا التفصيل له وجه وهو تفصيل صحيح، وإن كان قد شنع بعضهم على من قال به، بعضهم شنع على من قال به، والمحنة والفتنة التي وقعت في إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح معروفة ومعلومة، وحتى قيل فيه أنه ما أحدث القول بالكفر، بل إنه قد أرسلت في حقه تحريرات أن لا تثبت لفلان فإنه أحدث القول باللفظ، لكن كلامه معروف وواضح كما بينه وأشار إليه في كتابه خلق أفعال العباد، وأيضا الأئمة بينوا كلامه، ومنهم الإمام أحمد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم له في السير وكذا غيره أوضحوا معتقده والمقصود الذي أراده، المقصود الذي أراده، لكن بعض أهل العلم وصل إليه الكلام عن البخاري رحمه الله تعالى لا على هذا الوجه المفصل فتكلم فيه وأنه قال باللفظ، وأنه قال بماذا؟ باللفظ، كما نقل ذلك عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، فإنهما أرسل إلى محمد بن يحيى الزهري نيشابور وقال له إن البخاري قادم عليكم، وقد صار إلى ما لم يكن عليه من قبل، وقد أحدث القول باللفظ، وقد أحدث القول باللفظ. ولهذا الزهري رحمه الله لما قرب مجيء البخاري قال لطلبته إن البخاري قادم عليكم فلا تسألوا، لا تسألوا في هذه المسألة مسألة اللفظ، فإنه ربما يجيب بغير ما نحن عليه، فيقع بيني وبينه شيء ويشمت فينا الجهمية، تشمت فينا الجهمية المبتدعة. فلما جاء وقدم البخاري ودخل مدينة نيشابور وقابله واستقبله الناس جمع كثير حتى أن يروا المنطقة وحتى الزهري أيضا لعلهم كذلك من حضر وغيره من الأئمة كثر ما يعرفونه عليه من حفظ وشرع في التدريس أي في التسميع، فسمع المجلس الأول ثم سمع المجلس الثاني، فقام إليه رجل وقال يا إمام ما تقول في لفظ القرآن مخلوق أو غير مخلوق، مع أن الشيخ الإمام الذهبي قد حذر أن يفعل هذا حتى لا يقع الخصوم بينهم، فقال البخاري رحمه الله تعالى القرآن كلام الله غير مخلوق وألفاظنا مخلوق وأفعالنا مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق أما أفعالنا فإنها مخلوق، فانقسم المنزل إلى نصفين، نصف قالوا البخاري يقول القرآن مخلوق ونصف قالوا يقول غير مخلوق، واختصموا وكاد أن يصرف به المنزل كما قال الله حتى انصرفوا وخرجوا، ثم نقل إلى الإمام الزهري أن البخاري قد أحدث الذي كنت تخشى، قد أحدث الذي كنت تخشى، فقال الزهري من يجلس إلى البخاري لا يجلس إليه، من يجلس للبخاري فلا يجلس إليه، يعني وقع الشيء الذي كان يتخوف
من وقع بينهما رحمة الله تعالى عليهما، وهم من الأئمة من أئمة الإسلام وعلى معتقد واحد، وهذا الذي قاله البخاري ونفسه يراه الإمام الزهري رحمه الله، لكن كان يسد الباب فيقول لا تقرأ ولا تجد عن هذا السؤال، فإن قلت رفضي بالقرآن مخلوق فأنت جهل، وإن قلت غير مخلوق فأنت مبتدع، لأنك توسع الباب لأهل البدع للدخول منه. فقل القرآن كلام الله غير مخلوق. البخاري فصل هذا التفصيل الذي فيه بيان اللفظ من المذكور كقول الخالق الناظم هنا يحفظ بالقلب واللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كلا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خلفه يشطر، وكل ذي نفس شرع. الهاء مشروفة هي هاء التنبيه، كل هذه اسم شرع، يقال هذه ويقول ذي ويقول ذي له الواجب ذي بحذف الهاء أولا وأخيرا، وكل ذو كل هذه مخلوقة حقيقة دون كلام البارع، كلام الله تعالى ليس توقع الشيء بين الزهري والإمام البخاري رحمة الله تعالى على الجميع، ورغم ذلك فإن البخاري رحمه الله يروي عن الزهري في صحيحه، يروي عن الزهري في صحيحه، يحدث عنه، حدثنا يا محمد وحدثنا محمد وابن يحيى الزهري، ابن يحيى الزهري وأحيانا يكون غيره محمد بن سلامة بن كلمة، وأن البخاري كما قالوا أخذ و طبق هذا في صحيحه، تحدث في صحيحه عن أطرافه وعن من دونه وعن من ماله وعن من فوقه وعن من فوقه. هذه المسألة وقعت في الزمن الذي ذكر، ووقع حولها هذا النوع من الخلاف، لكن استقر الأمر على هذا البيان وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله وأوضح فيه وفصل، ولا شك أن غلق الباب على أهل البدع هذا هو الأولى، لا شك ولا ريب في ذلك، والتفصيل إذا كان موضحا ووضحا وبان الأمر منه المقصود في هذه الحالة من هذه الحالة فهذا أيضا لا إشكال فيه والحق فيه، الحق وقد ذكر الإمام الزاهد رحمه الله تعالى نحو هذه المسألة مسألة أخرى لا أريد أن أذكرها، وقال وتكلم بسببها فلان من الأئمة فتكلموا وأسقطوا وحذروا منه وهو إلى آخره، والحق التفصيل معه، لكن لو أنه سكت كان في ذلك غنى وكان أولى له وكان أولى. نعم. قال دون كلام بالي الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والاجتماع، تعالى وتقدس تبارك وتعالى عن أن يوصف بمثل هذا، لا يجوز أن تقول صفات الله مخلوق، صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، لأنك إذا قلت صفات مخلوقة فهذا سيؤدي إلى أن تقول أن الله مخلوق. يا ربنا قاتل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو القائل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، الحدود هو الخلق، الحدود وماذا؟ الخلق. قال فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلوب قول الباري، الصوت جوهريا كان جهوريا كان أو خفياً قوياً أو ضعيفاً، اللحن حسناً وغيره كان وهو صوت القارئ، لكن الذي يتلوه هذا هو ماذا؟ قول الباري تبارك وتعالى. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله
بشيء ما أذن لنبي يتلو القرآن، يتلو القرآن يتغنى به، لا أذن أي ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتلو القرآن يتغنى به، هذا لفظ من ألفاظ الحديث وهو ماذا في الصحيحين. نعم. فالصوت صوت القارئ، لكن المسموع هو كلام الباري سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن داود وغيره من حديث إمامة: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود أيضا من حديث براء بن عازب، قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين من جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المسجد بالطوق، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. فالصوت صوت القارئ والتالي، لكن المسموع هو كلام الباري سبحانه وتعالى، هو كلام الباري سبحانه وتعالى. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري يتلو القرآن فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا، أي صوتا حسنا. فهذه الأصوات والألحان والتغني مضافة إلى صاحبها، لكن المتلو والمنفوذ والمسموع هو كلام الله تبارك وتعالى، هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا التفريق بين الأمرين واضح، وهذا الذي عليه أهل السنة كما ذكرت، وهو الذي نقل عن الإمام البخاري، وأيضا عن الإمام أحمد نقل حوله، نقل حوله كذلك بمعنى. هنا الشارح الناظم رحمه الله في شرحه أشار إلى اللفظية، قال: اللفظية جهمية وهم الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، قال أشار إليها. قال: الشارع عن الكلام الصالح أحمد بن محمد وهارون الفاروقي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظ بالقرآن مخلوق. قال أئمة الشيخ رحمه الله: من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية، وذلك لأن اللفظ يطلق على المعنيين، أحدهما المفروض به وهو القرآن وهو كلام الله، ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسأله. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة أخرى من بدعة الاتحاد، من بدعة الاتحادية، يعني فعل الأمر. إذا قال فعل الأمر غير مخلوق بمعنى أنه صيّر الله فالله، الاتحادية الذين يقولون ما في الكون شيء إلا الله، وما في الأفعال شيء إلا هو فعل الله، فعل الله تعالى، جعل الله جل وعلا متحدا في خلقه عياذا بالله تعالى. وهذا ظاهر عنده كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجل يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين المذكور به الذي هو كلام الله. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم: الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المذكور المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع النبي عليه السلام وسماع للجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة لله عز وجل وليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا لا شك ولا ريب. ما تكلم به تبارك وتعالى فالمتكلم فيه هو كلام الله جل وعلا صفر من صفر ليس المخلوق، وتكلمه به هذا صفة الكلام، صفة التكلم هي صفة لله عز وجل، وأيضا ليست مخلوقة كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى:
ما قاله لا يقبل التمثيل كان كلا ولا أصدق منه قيلا، ما قاله لا يقبل التمثيل كلا ولا أصدق منه قيلا، يعني ما قاله الله تبارك وتعالى لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التبديل. قال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا، يعني لا يكون أحد أصدق من الله قيلا، كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا فهو أصدق القائلين وأصدق من تكاد وأصدق في كلامه سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال إن أصدق الحديث كلام الله، أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إلى هنا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالقرآن الكريم، ويبدأ المؤلف بعد ذلك في ذكر صفة أخرى من صفاته عز وجل وهي صفة النجوم، وسيأتي الكلام عليها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول كيف أن القول صلى الله عليه وسلم كنت أنسيتها مع أنه جاء في قوله تعالى إنا جمعنا القرآن في قول صدق القرآن. قال مسلم في السير آية المقصود الآية هو أن الله جل وعلا يجمع القرآن في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم يحفظه فيه يحفظه. هذا نفسه الآية المذكورة هنا هي نفس الآية في قوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، هذا عند دليل الله يقرئه الله جل وعلا ويجمعه في صدره. فإذا أنهى به بالتلاوة والقراءة والإلقاء على النبي صلى الله عليه وسلم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كما سمعه من جبريل. جعل الله جعل تبارك وتعلم هذه القوة وهذا الحفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة عنايته بالقرآن الكريم كان يكبره مع جبريل. جبريل يقرأ هو يقرأ، فقال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن أي قراءته لك يقرأه جبريل، فإذا قرأناه قرأه جبريل فاتبع قرآنه أي قرأه كما قرأه عليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يفعل كذلك، ثم يقرأه على الناس وينادي الكتاب فيكتبون. نعم، وحفظه عليه الصلاة والسلام، لكن وقع له أنه أنسي الآية كما وقع له بماذا؟ في الصلاة بالصحابة، ذهبت عنه آية ونسيها، فركع وسلم وصلى بالناس ثم سلم. فإذا بالقوم أبي بن كعب قال يا أبي ما منعك أن تذكرني بالآية التي أنسيتها يعني سهى عنها وذهبت عن ذهنه، لكن لا يعني أنه ينساها بمعنى ماذا؟ ذهابها كلية، بل يتذكر. وهنا قال لقد أذكرني كذا وكذا كنت أنسيت ونسيت كذا، بمعنى أنه ماذا؟ لعله وقع له قراءة ورد أو كذا فمر من آية إلى آية ولم يذكر الورد التي بينهما، فلما سمع الرجل يقرأ تذكر أن بينهما آية، ليس معناه أنه نسيها بمعنى غابت عن ذهنه بكلية، ليس هذا المقصود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.